السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بالموقع التعليمي والترفيهي fbi.com. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوع مهم، ألا وهو تفعيل برنامج الحماية Avast للأبناء، آخر إصدار مع القدرة على تحديث البرنامج بدون أي مشكلة. كما تلاحظون فإن برنامج الحماية عندي منتهي الصلاحية، وسيتم تفعيله خلال دقائق إن شاء الله. أول خطوة نقوم بها وهي تحميل هذا الملف من هذا الرابط أو من ذاك. بعد تحميل البرنامج وفك الضغط عليه نجد هذه الملفات. قبل ذلك ندخل إلى برنامج أو إلى برنامج الحماية Avast بارامتر، ونزيل نضغط ديباناج ونزيل علامة الصح على هذا الخيار. بعدها نضغط اوكي، ثم يس. بعد تعطيل الخيار نقوم بنسخ هذا الملف في هذا المسار، في هذه المسارين. نقوم بالدخول لهذا المسار، ثم نقوم بنسخ هذا الملف بعد ذلك نقوم بنسخه في المسار الثاني. بعد ذلك نقوم بالضغط على هذا الملف، ملف الريجستري، مرتين. أوكي. ثم نعود لتفعيل الخيار السابق بالضغط على Activate. الآن لم يبقى لدينا إلا إعادة تشغيل الجهاز. الآن وبعد إعادة تشغيل الجهاز نلاحظ تاريخ انتهاء صلاحية البرنامج، نجده في 2050، أي بعد 33 سنة سينتهي البرنامج، يعني مدة طويلة، وسيتغير برامج الحماية أيضا. إن شاء الله يكون الشرح مفيد، نتمنى لكم حظ موفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.